وبولاية الغليزان عبر الناجحون في شهادة البكالوريا عن فرحتهم بعد الإفراج عن قوائم الناجحين بالمؤسسات التربوية بنتائج المحققة، مؤكدين أنهم رغم أن هذا الموسم استثنائي إلا أن الولاية حققت نتائج جد مرضية، حيث سجلت نسبة النجاح الولائية ب 61.77%. حمزة زروقي. حالة صعيبة بزاف. أيوا مي مع التالي الله يبارك جبنا الباك كاع قال 12 سنة. وشي قاعد الله يعطيه الصحة، تاني هو تاني تعب معانا بزاف ونشكره كاع الأساتذة والمدير المؤسسة. النتائج كانت مفرحة رغم كل الصعوبات التي واجهها التلميذ. 12.60 أغلبية جابوا نقاط جيدة وممتازة. كاين بزاف التلاميذ اللي تحصلوا على أعلى علامة 17-18 وكذا، كاين نقاط 18-17-16 ما شاء الله الله يبارك. مليح نسبة النجاح 79 راهي في المستوى مليحة. أتقدم بأحرى تهاني للناجحين. نسبة ما شاء الله مؤسسة تاعنا متحصلة على المرتبة الأولى على المستوى ودرهيو بنسبة 79 فاصل. عندنا معدل الأول يناهز الامتياز 18 ما شاء الله.